السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، والنهاردة اللقاء الثاني بالكلام عن بعض الرؤى، عن رؤية المسجد. منذ يومين أو ثلاثة رفعت فيديو على القناة، وده كان اللقاء الأول في بعض الرؤى عن المسجد. هذا اللقاء تكملة، يعني ياريت اللي يسمع ده يسمع اللقاء الأول، الاثنين بيكملوا بعض، كلها رؤى مجمعة عن رؤية المسجد. فاللي يسمع فيديو لازم يسمع التاني علشان يكون لم بالموضوع. يعني النهاردة هتكلم عن 15، هناك تقريبا كان 20 أو 19، فالمجموع حوالي 35 رؤية عن المسجد إذا رأيته في المنام. فأول رؤية معانا النهاردة بتقول إيه؟ رؤية هدم المسجد. هذا الرجل أو هذه المرأة، وطبعا زي ما احنا متفقين طالما ما حددتش الكلام لشخص بعينه متزوج أو غير متزوج أو رجل أو امرأة، يبقى الكلام لكل الناس. فرؤية الإنسان لهدم المسجد في المنام تدل على أنه سيترك الصلاة. أنت شخص الله سبحانه وتعالى ينذرك بأنك ستترك صلاتك، ولو ميت على هذا تموت شر ميتة، يكتب لك بسوء خاتمة والعياذ بالله. فليس عندنا أغلى من الصلاة، فالصلاة عماد الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيما معناه إن الفرق ما بيني وما بين المشرك ترك الصلاة. اللي يفرق ما بيني وما بين المشرك إيه؟ إن أترك الصلاة. فمن رأى أنه هدم مسجدا أو هدم أمامه في المنام مسجدا، هذه رؤية فيها إنذار لك أنك ستترك صلاتك، ولازم تلحق نفسك لأن ده إنذار، لأن الرؤية من الله إما مبشرة بخير وإما منذرة بشر. اثنين، رؤية حفر حفرة في المسجد. انت شفت نفسك دخلت المسجد وحفرت حفرة في المصلى في وسط المسجد، حفرت حفرة، هذه الرؤية ايضا غير محمودة، تدل على انك سوف ترتكب اثما كبيرا ومع شديد الاسف. ثلاثة، رؤية قنديل المسجد اللي هو المصباح مثلا، كونك انك تشوف قنديل المسجد او مصباح المسجد، هذه الرؤية تدل على الحارس او الشرطي. بمعنى ان انت من الممكن انك تتعرض لشيء يضرك، سوف الله سبحانه وتعالى يوقف لك من يحرسك أو من يبعد عنك الأذى الذي سوف يقع عليك. أربعة، رؤية أبواب المسجد، هذه الرؤية أيضا تدل على الحارس. خمسة، رؤية المتزوج أنه يصلي في المسجد، من أفضل الرؤى اللي أنت ممكن تشوفها كرجل متزوج أن أنت بتصلي في المسجد. الرجل ده بيبحث عن حمل لزوجته، فهذه الرؤية تدل على أن زوجته ستحمل إن شاء الله. رؤية إيه؟ أن الرجل المتزوج يصلي في المسجد. طيب، بعض العلماء قالوا لا، قد تدل هذه الرؤية، طبعا الاختلاف ده خدمنا كتير، يعني نفترض مثلا رجل متزوج وزوجته مثلا تخطط سن الحمل، خلاص وصلت لسن اليأس، نقوم نقول له رؤية صلاتك في المسجد زوجتك هتحمل عندها 60 سنة ولا 70 سنة، ازاي بقى يعني؟ ده مش تفسير، ده هبل. فاختلاف معاني الرؤية الواحدة بتخدم الناس جميعا، ان اللي بيمشيش معاك ولا يتوافق معاك في دي ممكن تتماشى معاك في رؤية أو في معنى تاني لنفس الرؤية. فالرؤية دي ليها 3 معاني، احنا قلنا الأولى
حمل لزوجته لو أنها تطيق الحمل أو في سن الحمل. اثنين، لو أن دي مش متوفرة عنده. اثنين، أن هذه الرؤية تدل على المال الوفير الذي ستجنيه في المستقبل. ثلاثة، ودي عامة، تحقيق أمنية غالية صعبة المنال كان يتمناها سوف تتحقق له. رؤية إيه بقى؟ أوعى تكون نسيته، رؤية أن الرجل المتزوج يصلي في المسجد. خمسة، رؤية العزباء أنها تصلي في المسجد. خلينا بقى نجيبها واحدة واحدة كده. البنت العزباء لو رأت أنها تصلي في المسجد، هذه الرؤية تدل على الخطوبة أو الزواج. جماعة أنا دايما ذكرتها كتير لما كنا بنتعرض كده في وسط الكلام عن المسجد أو العبادة، عايزين ناخد معلومة كده، ناخدها كده ونخليها معانا على طول، حتى لو ملقتش حد يفسرها لي أبقى عارف بصفة عامة تفسيرها. إيه المعلومة العامة دي؟ يا جماعة الصلاة، المساجد، دور العبادة، السجادة، أي حاجة تخص الصلاة زي السبحة، الذهاب للمسجد، الذهاب للعمرة، أي حاجة خاصة بالدين ملهاش رؤى مذمومة على الإطلاق، ملهاش رؤية مذمومة على الإطلاق، إلا بقى طبعا زي مثلا الرؤية الأولى هدم المسجد، دي مش طبعا دي ما تخشش معانا بالكلام، يعني هدم المسجد تبقى محمودة؟ لا طبعا، معروفة إن حتى في الحقيقة هدم مسجد دي مصيبة، فبالتالي الرؤية اللي هي غير محمودة هي مفهومة لوحدها، لكن في رؤية تانية ما بتبقاش مفهومة، فالرؤية اللي مش مفهومة دي بقول لك إنها محمودة إن شاء الله إن شاء الله. فالرجل المتزوج رأى أنه يصلي فين؟ في المسجد، يحمل لزوجته يمال يا إما تحقيق أمنية. طب بالنسبة للبنت العزباء لو رأت أنها تصلي في المسجد، هذه الرؤية تدل على الخطوبة أو الزواج. طيب ندخل على المرأة المتزوجة لنفس الرؤية. لو أن المرأة المتزوجة رأت أنها تصلي في المنام، هذه الرؤية لها معنيين للمرأة المتزوجة، إما حمل كرؤية الرجل، وإما عمل أو وظيفة. ده بالنسبة لمين؟ للمرأة المتزوجة. ندخل لنفس الرؤية على المطلقة والأرملة. لو رأت أنها أي واحدة فيهما أنها تصلي في المسجد، هذه الرؤية لا تدل لهما على الزواج ولا على الحمل، ما ينفعش طبعا. ولكن قال المفسرون أن رؤية المرأة المطلقة والمرأة الأرملة أي واحدة فيهما ترى أنها تصلي في المسجد، فك كروب، فك كرب، زوال هموم وأحزان إذا رأت المرأة المطلقة أنها تصلي في المسجد وكذلك المرأة الأرملة. تسعة، رؤية المرأة الحامل أنها تدخل المسجد. مجرد الرؤية إن هي تشوف أنها بتدخل المسجد، هذه الرؤية تدل على سلامتها في الولادة، سلامتها في الولادة، وإن الولادة عندها هتكون سبحان الله العظيم خالية من المتاعب، خالية من التعب، خالية من المرض، هتبقى ولادة سهلة إن شاء الله بسبب إنها شافت إن هي دخلت المسجد. عشرة، رؤية البنت العزباء أنها تجلس في المسجد، تجلس بخلاف الرؤية الأولى إن هي تصلي. لو رأت أنها تجلس في المسجد وصادف الجلوس أنها استمعت إلى قرآن، هذه الرؤية تدل على قرب عقد قرانها سواء إذا كانت مخطوبة أو لم تكن مخطوبة. لو إنها مخطوبة زواجها يبقى قريب أوي، لو إنها مش مخطوبة برضو هتتخطب بسرعة وهتتجوز بسرعة. رؤية الجلوس في المسجد للبنت العزباء مع سماع القرآن. 11، رؤية الجلوس في المسجد بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين. رؤيتها إن هي تجلس في المسجد وهي امرأة حامل، المولود سيكون ذكرا إن شاء الله،
طب ندخل على موضوع الجلوس للمرأة المتزوجة، حمل والحمل سيكون ذكرا أيضا، ده بالنسبة لمين؟ للمرأة المتزوجة. طب ندخل على الجلوس للأعزب، قيل زواج وقيل تحقيق أمنية غالية، قيل زواج وقيل إيه؟ تحقيق أمنية. بعض المفسرين قالوا أحيانا رؤية الجلوس في المسجد تدل على المكانة العالية التي سيكون فيها هذا الإنسان أو هذا الرأي في الآخرة، رؤية الجلوس في المسجد عموما، وكأن المعنى ان انت تكون ان انت تشوف نفسك في المنام جالس في المسجد، دي معناها ان انت ان شاء الله هيختم لك بحسن خاتمة، بالتالي هتكون مكانتك عالية عند الله في الآخرة. وقيل برضو من ضمن معاني الجلوس في المسجد على الربح، والربح الكبير، والربح من مال حلال أيضا، وقيل يدل على الأجر والثواب من كثرة أعماله الصالحة. ما أنا بقول لكم رؤية المسجد من أفضل الرؤى، ملهاش رؤية مذمومة. آخر حاجة ودي العلامة 15، قالوا أحيانا تدل رؤية دخول المسجد إلى تولي منصب جديد. كل هذه المعاني لرؤية واحدة تخدم كل الناس، لكن أنت نقول إن الرؤية دي خاصة بفلان والرؤية دي خاصة بفلان، دي ترجع للمفسر. المفسر من شطارته إنه يعرف من سياق الحلم إزاي يوظف المعنى ويحطه على الرؤية اللي هي جاية له. دي كانت 15 علامة في رؤية المسجد. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.